كل الدانس والهاوس ميوزك بشكل عام مكتسح العالم، لدرجه ان في اسبانيا بيزا دي جزيره قايمه على سياحه المزيكا بس، سياحه المزيكا بس. فاحنا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده، في الموضوع فيه فلوس كتيره وليه جمهور هنا في مصر، وليه جمهور هنا في مصر، ولسه برضو الناس مش يعني اللي بيصرفوا عليه، اللي بيصرفوا على المزيكا في مصر لسه مش متخيلين ان الناس دي هتكسبهم اكتر من المغنيين العربي كتير كتير. هنعمل البروجكت ده على ايدك ان شاء الله.
بتلسح بالوقت جامد قوي قوي. المزيكا بص المشكله الهاوس ميوزك التراك او الاغنيه بتبقى يعني من 6 دقايق فما اكتر لغايه مثلا 9 دقايق. طبعا. وحسيت بالاختلاف فيها كتير، حسيت بميكسس كتير قوي سبانيش بس انا عايز احكي لك يعني عايز افهم منك، انت معاك سيديهات كتير قوي وانت اللي عاملها وعاملها طبعا سيستم ونظام ومفروض تبقى عارف التراكس على كل اغنيه وترتيبهم عشان انت لو عايز حاجه معينه تعرف تروح لها بسرعه. انت داخل في استراتيجيه جامده يعني كانك بتخطط ماتش مثلا ماتش كوره ولا حاجه. ايوه برافو انت جيت كده الموضوع. الدي جي يا جماعه والكوره شبه بعض جدا. دي جي زي المدير الفني بالظبط والاغاني هي اللعيبه. فالمدير الفني بيرسم خطه عشان تعرف عشان اللعيبه علشان تجيب جون في الاخر. احنا جبنا جون وعشان جيت انت معانا النهارده كمان. بجد احنا الوقت جري سريع جدا معاك. احنا هنقعد معاك اكتر. ثانك يو فيري ماتش.